الكارت الأزرق بطاقة جديدة في مباريات كرة القدم. كلنا عارفين قانون الكارت الأحمر والأصفر واللي بدأوا يتطبقوا في الملاعب في كأس العالم سنة 1970. النهاردة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إيفاب والمعني بتحديد قوانين الكورة وتطويرها اعتمد فكرة جديدة وهي حصول اللاعب على الكارت الأزرق. الكارت الأزرق هيحصل عليه اللاعب في حالة ارتكابه إما خطأ متعمد أو الاعتراض على قرارات الحكم، وهيكون عقوبته الاستبعاد لمدة 10 دقائق من الماتش. واحدة من الأخطاء المتعمدة اللي خلت مجلس الاتحاد الدولي يفكر في الكارت الأزرق وقعت شد كليني لأوميس ساكا بشكل عنيف في ماتش إنجلترا وإيطاليا في نهائي اليورو 2020، واللي كان هينتج منها هجمة واعدة لولا الخطأ المتعمد لمدافع إيطاليا. وفي الآخر الحكم أشهر البطاقة الصفراء بس الكليني لأن الكرة كانت بعيدة عن البرمة. طب واللاعب هياخد كام بطاقة زرقاء علشان يطرد من الملعب؟ إيفاب قال إن اللاعب اللي هياخد 2 بطاقة زرقاء هيتم طرده من الملعب، أو لو خد بطاقة صفراء وخد بطاقة زرقاء برضه هيطرد من الملعب. التجربة هتبدأ في مستوى بطولات أقل ومش هيتم استخدامها في البطولات الكبيرة زي دوري أبطال أوروبا أو اليورو لحين الوصول لأحسن شكل ونقلها بعد كده لبطولات النخبة. ورغم أن ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي عارض فكرة الكارت الأزرق وقال دي مش هتبقى كورة، إلا أنه في حال تطبيقها بشكل رسمي هيضطر الاتحاد الأوروبي يطبقها في بطولاته. وانت بقى إيه رأيك في فكرة الكارت الأزرق؟